الو دكتور، السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضل استاذ محمد. ان شاء الله تكون في كل خير يا دكتور. الله يرضى عنكم ومبارك فيكم يا سيدي. دكتور، بسال حضرتك من فضلك، زي ما حضرتك عارف ان بيبقى فيه في البيت علشان توفير المياه وكده، البانيو ممكن يعني نبقى حاطين فيه مياه، ففي عندي لا مؤاخذه كلب في البيت حط بقه فيها، مدى طهارة المية ديت او استخدامها تاني مثلا؟ حط ايه يا فندم؟ الكلب حط ايه؟ حط بقه في الكلب شرب منها. شرب من هذه المياه، يعني هو احنا الكلب شرب منها. طيب حاضر، هجاوب على حضرتك يا استاذ محمد. نعم، احنا عندنا المسألة دي مسألة مهمة جدا جدا. احنا استقرت الفتوى عندنا ان احنا بنفتي بمذهب السادة المالكية ان الكلام على مسألة ان الكلب باعتباره كائنا حيا فهو طاهر، كل الكلب طاهر. جمهور الفقهاء على خلاف السادة المالكية، لكن استقرت الفتوى على ان الكلب طاهر. طب وسألوه، طيب ولعاب الكلب؟ لعاب الكلب، طيب ده لعاب الكلب ده اكتر حاجة بيتجدد فيه الماء، فمفروض انه يكون اكتر حاجة طاهرة. قال ما احنا برضو اللعاب عندنا ليس نجسا. امال ايه؟ قال ده الامر تعبدي، ان الكلب اذا ولغ في الاناء يغسل سبع مرات، فده خاص بالولوغ في الايه، في الاناء. وعلى ذلك فهذه المياه اللي هو شرب منها، لان في حديث عندنا ان الرجل اتى بنعله وسقى الكلب، ولم يأتي في الحديث أنه كان عليه أن يغسل نعله، فهو سقى الكلب. فإذا فالمسألة مسألة تتعلق بولوغ الكلب وليس بنجاسة الكلب. فإذا الكلب طاهر عند السادة المالكية، وهذا ما استقرت عليه الفتوى.